أنا معوض، بعمل فيلم مهم جدا، موضوعه مهم جدا جدا، وبطلته مهمة جدا جدا. عارفين ليه؟ لأنها ممكن تكون أي حد فيكم. ها، مستعدة؟ عظيم. ممكن تقوليلنا بقى اسمك ايه؟ أنا اسمي سلمى. في سنة كام يا سلمى؟ في سنة تانية ابتدائي. بتروحي المدرسة لوحدك؟ آه، بروح المدرسة لوحدي. برافو برافو. وبترجعي لوحدك؟ أنا شفتك وأنت راجعة امبارح. النهارده الميس قالت لنا حاجات كتير. ها، سكت ليه؟ مش شايف ماما بصت لي ازاي عشان اتكلمت وانا باكل؟ عارف، انا بفهم نظرات تانية كتير من الناس اللي حواليا. دي معناها التشجيع، صح؟ صح. برافو برافو عليا. سلمى، هي ايه النظرات اللي بتقصديها؟ نظرات زي كده يعني. طب معناها ايه بقى؟ يعني دي نظرة طيبة. ودي نظرة غلسة. وفي نظرة غريبة ومش مريحة. ايه ده؟ ايه يا عم؟ هش هش. وماما قالت لي مهم جدا اننا نفهم معنى النظرة اللي بتتوجه لينا. سلمى، انزلي اشتري حلويات ليك انت واخوكي. ايه ده؟ وفين معوض؟ انا بحب الشوكولاتة. سلمى سلمى، استنيني استنيني يا سلمى. ازيك يا عم سعد؟ ازيك يا سلمى؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ شكرا. الكلام كمان انواع يا سلمى، زي النظرات. لا، ردي بكلام بقى. ظريف. ايه الحلاوة دي؟ وفي كلام سخيف. ايه الحلاوة دي؟ ليكي حق. ايه ده؟ يا ساتر، ايه الرخامة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ وفي كلام بيتقال بطريقة مخيفة جدا. ليها حق سلمى، طريقة الكلام والنظرة دي مش رخامة، دي حاجة أكتر بكتير، حاجة مش مظبوطة.
سلمى. ايه ده؟ ست ظريفة خالص، شفتي لمستك بظرف ازاي؟ فعلا تمام زي الست الظريفة اللي اتكلمت معايا كويس. هقول انا بقى، في لمسة عادية وحنينة. وفي لمسة رخمة. ايه ده بقى؟ سلمى خلي بالك، في لمسة مش عادية أبدا، مخيفة جدا. ما تحترم نفسك يا راجل انت. ايه ده؟ الحقوني. كلمة تبتدي بت تخوف. اهدي يا سلمى. اللمسة دي ما كانتش كويسة خالص. أنا عارف، بس أنت تصرفتي صح. بجد؟ بجد. هو في حد تاني ممكن الراجل ده يعمل له كده؟ مش الراجل ده وبس، في ناس زيه كمان في كل مكان. ممكن نتعرض لنظرة غلط أو كلمة غلط أو لمسة غلط. أي حد في أي سن ممكن جدا يتعرض إنه يمر بكده، مش بس في سنك يا سلمى، أصغر منك وأكبر منك كمان، بنات وولاد. وإحنا لازم نفهم الناس قصدها إيه بتصرفاتها معانا، ولو حسينا بخطر نعلم بصوت عالي ونهرب من مصدر الخطر. سلمى شاطرة إنها حكت لأهلها، أهلنا أقرب ناس لينا يقدروا يساعدونا ويتصرفوا لأنهم كبار. لازم كلنا نتحرك ونصلح الأخطاء، والقانون بيحمي حقوق الكل. المهم إننا ما نسكتش ونطالب بحقوقنا عشان الأخطاء تختفي. لازم نقول لأ لأي حاجة غلط. لازم نقول لأ للتحرش.